ايه، انتوا اتخانقتوا تاني مع بعض ولا ايه؟ يعني مش خناقه يعني. اصل مراتك نازله الصبح وجوزها قدامها شبرين. زعلانه مني صراحه، عندها حق. وزعلانه منك ليه بقى؟ برضو يا ماما اتجوزت خط كده، لا جالها شبكه ولا مهر ولا هديه جواز حتى. يا سلام، اللي هي كانت بنت بنوت عشان يجي لها الشبكه والمهر، مش كانت متجوزه مرتين قبل منك؟ الله، تحمد ربنا ان انت مسطرها وبتربي لها الواد اللي مش من صلبك. دي تبوس ايدها وش وضهر، هي كانت تلقى ضفرك يا حماده. يا ماما احنا بنحل ولا بنعقد؟ ما انت عارفه اي ست تحب تتباهى باللي جوزها بيجيبه لها قدام الناس. انا ما جبتلهاش حاجه خالص. وبسلامتها عايزه ايه بقى؟ يعني لو عليها مش عايزه حاجه، بتقول يعني اذا كنت اكتب لها المحل سوري كده قدام الناس يعني عشان اثبت لها غلاوتها عني. يا لهوي، تكتب لها المحل؟ انت اتجننت يا حماده. يا ماما هي تاخد المحل هتروح على فين؟ هي تاخده غصب عني، ما هي مراتي وعلى ذمتي. يعني محل ده محلها ومحلها محلي. هو انا لو عايزها تكتب لي محلها دلوقتي مش هتكتبه لي؟ اسمع بقى، ان كان على هديه الجواز نجيب لها هديه الجواز، انما تكتب لها المحل ولا تمضي لها على ورق لا. نونة، مش انا حبيبك قوي؟ نفسك ابقى مبسوط؟ ما عنديش في الدنيا اغلى منك. تستجدها معايا بقى وتديني الخاتم ده الدولة، او يبقى اسمع عملت اللي عليا وملهاش حجة بقى. الخاتم ده انت عارف تمنه كام يا حبيبي؟ ده الماس حر، ابوك الله يرحمه كان جايبهولي من كام سنة بقى ب3000 جنيه. عشان خاطر الله وحياتي عندك يا رب اموت. لا اسم الله عليك يا حبيبي. طب خلاص هاتي بقى، انا منظري بقى وحش قدام مراتي. انت يرضيكي يبقى منظري بقى وحش؟ وريني ايه ده بطلت كمان. طب يا حبيبي لبسه لمراتك وربنا يسعدك.